وحدثنا ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال حدثني انس ان بني سلمه ارادوا ان يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعروا فقال الا تحتسبون اثاركم قال مجاهد خطاهم اثارهم ان يمشى في الارض بارجلهم